السلام عليكم اخوات، كنتمنىكم تكونوا مزيانين. اليوم باش نشارك معكم تطبيق لواحد الملاقيه كتجي راقيه وفي نفس الطريقه سهله وكتطلع بسرعه، كنتمنى تعجبكم. بدايه كنثبت الحرير على الثوب، وكنحتاج الحرير مبروم على جوج ديال الشعرات وابره رقم 9، والعقيق بيرلا جوج ديال الالوان الذهبي والابيض، والعقيق الذهبي او البيضاوي عفوا اللي هو في اللون الاحمر. كناخذ العقيق بهذا التسلسل، وكنخلي الحرير مرمي للاسفل، وكندير غرزه. هنا كندخل الابره في الثوب مسافه نصف سنتيم تقريبا، وكناخذ العقيق بهذا التسلسل وكندخل الابره في الحقيقه الذهبيه. هنا كناخذ العقيق او العقيقه الحمراء والبيضاء وكندير غرزه. كندخل الابره في الحقيقه البيضاء وكندير العقيق بهذا التسلسل، وثاني كندخل الابره في الحقيقه البيضاء. هنا كندير غرزه اولا، وكندخل الابره نفس المسافه السابقه وكندير غرزه. هنا كندير العقيق بهذه الطريقه وبهذا التسلسل بيضاء وحمراء، وكندخل الابره في الحقيقه الذهبيه اللي في الوسط، وكناخذ العقيق بهذا التسلسل حمراء وبيضاء وكندير غرزه. ثاني نفس الطريقه كندخل الابره في الحقيقه البيضاء، كندير العقيق بهذا التسلسل حمراء ذهبيه حمراء وكندخل الابره في الحقيقه البيضاء، وكندير غرزه باش كتثبت. وكندير نفس الطريقه، كنخلي واحد المسافه نصف سنتيم تقريبا، وكندير عقيق بهذا التسلسل وكندخله في الحقيقه الذهبيه، وثاني كندير العقيقه حمراء بيضاء بهذا التسلسل، كندير غرزه وكنبقى ماشيه بنفس الطريقه حتى كنكمل الهبطه ديال الفستان او الجلابه او القفطان. غنخليكم مع هذه الهبطه وغادي نرجع معكم باش نشرح لكم الطريقه ديال التدراس اللي غندير في هذا الموديل. هنا من بعد ما كملت الهبطه ديال القفطان، كنثبت الحرير في الثوب وكندير غرزه ثانيه، وفي ديك الخويط اللي تكون لي كنلوي جوج لويات وكنرجع فيهم باش كتكون لي تدراس ديال واحد، وكندير غرزه وكناخذ واحد العقيقه في الذهبي وكنثبتها بغرزه. ثاني كندير تدراس ديال واحد وكندير وكنرجع فيه وكندير غرزه وكندير عقيقه في لون مغاير اللي هو اللون الاحمر. هذا العقيق هو بيرلا رقم واحد، يعني اصغر حجم، وكنبقى ماشيه بهذه الطريقه حتى كيكمل لي العمق ديال القفطان ديالي. كنتمنى يعجبكم هذا الموديل وتطبقوه.